من قتل رفيق الحريري؟ كابن طرابلس اليوم بعتبر تركيا اقرب من السعوديه. فيهم يتعلقوا بالمملكه العربيه السعوديه كمرجعيه سنيه اسلاميه. موقفك مع اللبنانيين وموقفك مع السنه بلبنان، وقفت مع مصالحها. من هو سبب الفتنه في طرابلس؟ انتوا الاوباش، لانكم انتوا يلي عم بتوزعوا سلاح. الرئيس ميقاتي رفع عليك دعوه بشيكات بلا رصيد؟ لن يفلس ولا بيقدر اشرف ريفي ولا اكبر من اشرف ريفي يفلسني. بين كاسم بيد وبين ميا خليفه. يا سيدي خليني بكيسن بيد، ما معي 16 مليون. اوف. من الاقرب اليك في طرابلس اليوم؟ انا المقاطعه هلا من قبل معلمينهم. مين معلم الجماعه الاسلاميه؟ مين معلم ال كرامي اليوم؟ لولا حزب الله ما بده يعمل وزير. مين معلم تيار المستقبل؟ مين معلم اشرف ريفي؟ بكره بنشوف منين بيجي التمويل. مين معلم نجيب ميقاتي؟ معلمه مصرياته. بتعتبره فاسد؟ نحن برا يلي بيمولوا بيقولوا لك الجيش كافر، حاميينهم مخابرات الجيش، ما حدا غريب حاميهم. اليوم المشايخ اللي بده يجوا ينتقدوني بيشتغلوا عند المخابرات، تفرق معي يعني؟ او هن اللي بيقدروا يحكوا باسم الاسلام؟ بدك تسمح لي لاول مره بدي اقول لك ماني مصدق. سؤال محرج مع طوني خليفه لاحد خلال شهر رمضان المبارك 1:30 بعد نص ليل على ال بي سي اي، 9:30 المساء على صوت بيروت انترناشونال.